وخلال لقاء مع التلفزيون المصري أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة مواجهة العنف الأسري بكافة السبل. ظاهرة العنف الأسري أو الإساءة الأسرية تبع لمصطلح المستخدم في الأمم المتحدة، طبعا هي ظاهرة متشعبة جدا وليها أنواع كتير، ما بتبدأش بس من العنف الجسدي أو الجنسي ولا بتنتهي بعنف الإهمال والحرمان، لكن ظهرت ليها أنماط كتيرة جديدة زي العنف الاقتصادي والعنف الإلكتروني. الحقيقة كان بيشغلني النهاردة جدا في الجلسة موضوع التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري، لأن مصر واحدة من 35 دولة أجريت فيها دراسات لمعرفة التكلفة الاقتصادية لهذه الظاهرة. والحقيقة انه في سنة 2015 تم تقدير الخسائر اللي خسرها الاقتصاد المصري سنويا ب 6.5 مليار جنيه سنويا نتيجة العنف الأسري. وفي سنة 2011 كان في دراسة مهمة خرجت من جامعة عين شمس اتكلمت عن ان الخمسين سنة السابقة عن هذا التاريخ كلفت مصر حوالي 147 مليار جنيه. الطفل كمان من الفئات الضعيفة اللي لازم ناخد بالنا منه جدا وننبهه لأي عنف يطرق عليه عشان نحميه من العنف الأسري. هي ظاهرة، بلاش أقول عليها ظاهرة، هي مشكلة موجودة، لكن احنا عايزين نتغلب عليها بالتربية، بالتعليم، بمشاركة كل الهيئات المختلفة، هيئات حقوق الإنسان، هيئات الدينية زي الأزهر والأوقاف والكنيسة، كل الهيئات لازم تكون مشاركة في حل المشكلة، وإن احنا من الأول ما نخليش فيه عنف. طبعا التشريعات القانونية مهمة تجاه العنف وتجاه إن نقدر نحاكم اللي بيعنف شخصية ونحمي الضحية. لما درسنا هذا الموضوع لقينا في حاجات عديدة لازم تتناغم مع بعض للقضاء على العنف الأسري. لقينا على سبيل المثال الأفلام والبرامج اللي كانت الفترة اللي فاتت بتساعد على العنف اللي موجود، احنا مش بدون ذكر أسماء، كان في أفلام بتنزل ما بتظهرش غير أسوأ ما هو موجود في الأسرة المصرية وفي مصر عموما. فأعتقد إن لما قعدنا في هذه الدراسة مع وزارة الثقافة وقعدنا مع المصنفات الفنية وخلافه، لقينا إن هناك توجه حقيقي للحد من هذه الأفلام وهذه الدراما اللي موجودة.